السلام عليكم، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ اخباركم في الاجازه؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اتكلمنا في الدرس اللي فات على حسابات الكابلات والقاطع الكهربي. ان شاء الله اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس اللي فات كويس وذاكرتوه كويس، ولو اي حد عنده مشكله يكتب لي في التعليقات وان شاء الله نحلها مع بعض. هنتكلم النهارده باذن الله عن درس مهم لينا برضو في مديول 2، ومهم لينا في حياتنا وفي شغلنا بره في الكهرباء. زي ما قلت يا شباب، درس النهاردة مهم لينا في موديول 2 وتكملة لدروس حلقاتنا اللي فاتت في موديول 2. الدرس بعنوان إضاءة لمبة أو عدة لمبات من مكانين أو أكتر من مكان باستخدام مكنة السلم. يبقى احنا في حاجة جديدة دخلت علينا في الشرح اسمها مكنة السلم، ودي إن شاء الله حديثنا النهاردة وهنتكلم عليها بالتفصيل. ركزوا معايا كده يا شباب في السلايد اللي قدامكم. لو انا عندي لمبة وعايز انور اللمبة دي من مكانين مختلفين، يعني لو عندي طرقة فيها كذا لمبة او لمبة واحدة وعايز انور الطرقة دي من اول ما ادخل وانا داخل مكان تاني اطفي اللمبات دي عشان ما ارجعش اطفيها من الاول تاني، يبقى انا استخدم حاجة اسمها مفتاح طرف السلم او مفتاح الديفاتير. مفتاح الديفاتير ده يا شباب الاسم التجاري بتاعه ديفاتير، ليه 3 أطراف. احنا بنراجع اللي فات، الكلام ده كله خدناه قبل كده. ليه 3 أطراف وبستخدم مفتاحين، واحد في الأول والتاني في الآخر، وبيبقى بينهم 2 رابط أو 2 كومن اللي هو سلكين مشتركين ما بين المفتاحين. اللمبة دي ممكن تبقى لمبة واحدة أو ممكن تبقى عدة لمبات، لكن عندي هنا في النظام بتاعي هيبقى فيه مفتاحين بس، اللي هما مفتاحين طرف السلم أو مفتاحين الديفاتير. ده ممكن استخدمه في طرقة طويلة، أحط مفتاح في الأول ومفتاح في الآخر، أو ممكن استخدمه وأنا طالع عندي على سلم زي ما هنشوف بعد كده. توصيلة المفتاح طبعا زي ما احنا عارفين، لاين بيدخل على المفتاح والراجع بيطلع من المفتاح التاني على اللمبة، وفي 2 رابط ما بين المفتاحين اللي هما باللون الأصفر، واللمبة بتاخد النيوترال. زي ما انتم ملاحظين يا شباب قدامكم، ده عندي سلم في مفتاح تحت اهو، وفي مفتاح فوق، ده مفتاح طرف سلم وده مفتاح طرف سلم، وادي اللمبة على السلم. اللمبة دي زي ما قلت ممكن تبقى لمبة او 2 او 3 على حسب الحمل بتاعي. يبقى دي فكرة مفتاح طرف السلم او الديفاتير اللي هو بينور لمبة او عدة لمبات من مكانين فقط. نفس الكلام يا شباب، لو عندي لمبة أو عدة لمبات وعايز أنورها من أكتر من مكانين، أدي مكان 2 3 4، يعني أنا عندي اللمبة دي أو عدة لمبات جنب بعض وعايز أنور اللمبات دي من أكتر من مكانين، هحط مفتاح طرف سلم في البداية ومفتاح طرف سلم في النهاية، وبينهم هحط مفتاحين وسط سلم أو مفتاحين دريكسيون. يبقى ده مفتاح ديفاتيري وده مفتاح ديفاتيري، والاتنين دول مفتاحين دريكسيون أو مفتاحين 4 أطراف. ده مفتاح 3 طرف وده مفتاح 3 طرف، ودول مفتاحين كل واحد 4 أطراف. طيب الفكرة دي ممكن استخدمها في عمارة زي ما قدامكم 4 أماكن، يبقى كل مكان بيمثل دور. يعني المفتاح ده في دور مثلا هسميه الدور الأرضي، وده الأول وده التاني وده التالت. طب لو العمارة دي 10 أدوار هستخدم المفاتيح بنفس النظام ده، هيبقى مفتاح ده مفتاح طرف السلم ده في الدور الأخير، ومفتاح طرف السلم ده في الدور الأرضي أو الدور الأول أول ما أدخل العمارة، وما بينهم في مفاتيح وسط سلم ذو 4 أطراف. يعني لو أنا عندي عمارة 10 أدوار هستخدم 2 مفتاحين طرف سلم في البداية وفي النهاية، و8 مفاتيح وسط سلم. واللمبة دي ممكن تبقى في كل دور من الأدوار اللي موجودة عندي. يبقى يا شباب لو أنا عندي عمارة هتكلم على إن فيها 10 أدوار وعايز أعمل إنارة للسلم بتاعها عن طريق مفاتيح وسط السلم ومفاتيح طرف السلم، وجي واحد قالك احسب لي المفاتيح اللي هستخدمها في العمارة دي، يبقى في معادلة بسيطة بس، إن عدد مفاتيح وسط السلم بيساوي عدد أدوار العمارة ناقص 2. يعني لو عمارة مثلا 10 أدوار يبقى أنا هستخدم مفتاح وسط سلم كام؟ 10 ناقص 2
يبقى هجيب 8 مفاتيح وسط سلم ومفتاحين طرف سلم في البداية وفي النهاية. عفوا. طيب انا افترض ان سعر المفتاح 50 جنيه، يبقى انا كده هحسب التكلفة، هيبقى عندي 8 مفاتيح وسط سلم في 50 ب 400، واستخدم مفتاحين طرف سلم الواحد ب 30، يبقى 2 في 30 ب 60، يبقى كده التكلفة الكلية 460 جنيه. يبقى انا هقول مثلا لو عندي عمارة 10 ادوار وعايز اعمل ليها انارة بمفاتيح وسط السلم وطرف السلم، يبقى التكلفة الكلية هتكلفني 460 جنيه، ده غير طبعا تكلفة الأسلاك. يبقى التكلفة دي تكلفة ال10 مفاتيح، 8 وسط سلم و2 طرف سلم. تعالوا يا شباب، لو هنستخدم مكنة السلم بديلة عن مفاتيح الطرف السلم والوسط السلم، أنا لو هستخدم مكنة السلم بستخدم معاها مفاتيح عادية، اللي هي مفتاح الضواغط اللي زي مفتاح الجرس العادي اللي هو مفتاح مفرد. المفتاح ده سعره بيكون أقل من سعر مفتاح وسط السلم وطرف السلم. افترض مثلا سعر المفتاح الواحد ب 20 جنيه، يبقى أنا كده هعوز 10 مفاتيح في ال10 أدوار، لأن مكنة السلم بتاخد كل مفاتيح مكنة السلم من نفس النوع اللي هو المفتاح بالضبط. يبقى أنا كده لو هستخدم مكنة السلم في عمارة 10 أدوار، هعوز 10 مفاتيح من نفس النوع اللي هو مفتاح الضاغط زيه زي مفتاح الجرس. هفترض المفتاح ب 20 جنيه، يبقى سعر التكلفة الكلية للمفاتيح ب 200 جنيه، وسعر مكنة السلم لو افترضتها ب 150، يبقى كده التكلفة الكلية بتاعتي مكنة السلم زائد ال10 مفاتيح 350 جنيه. يبقى أنا كده نورت العمارة وكلفتني 350 جنيه. طيب في الحالة التانية لما استخدمت مفاتيح وسط السلم وطرف السلم كانت التكلفة 460 جنيه. يعني في الحالة التانية دي اللي بتكلم عليها، في حالة مكنة السلم أنا وفرت فلوس ليا وللعميل اللي أنا شغال عنده، سواء كنت شغال عند حد أو كنت شغال في بيتي أو في عمارتي، أنا أوفر لي إن أنا أستخدم مكنة السلم. حاجة تانية برضو في مكنة السلم، أنا عندي تكلفة الأسلاك بتبقى أقل، لأن أنا بستخدم أسلاك أقل، لأن أنا ما عنديش ربط ما بين المفاتيح في كل دور. في حالة وسط السلم وطرف السلم أنا بيبقى في عندي سلكين ربط ما بين كل مفتاحين في كل دور، يبقى أنا في الحالة دي في مكنة السلم هوفر تكلفة زيادة الأسلاك دي. يبقى أنا في الحالة دي هوفر فلوس في سعر المفاتيح وهوفر في الأسلاك. مكنة السلم يا شباب في منها أنواع كتير وموديلات كتير. اللي عندنا موجودة في المعمل بتاعنا زي ما انتم شايفين قدامكم مكنة سلم من النوع القديم شوية. مكنة السلم دي 3 طرف، ليها 3 أطراف، في مكنة سلم 3 طرف وفي مكنة سلم 4 طرف. مكنة السلم اللي قدامكم دي اللي عندنا في المعامل بتاعتنا في المجمع دي 3 طرف، طرف واحد أهو والطرف التاني والطرف التالت. ده التركيب الداخلي بتاعها، بتاع مكنة السلم قدامكم. طبعا انتوا مش مطالب منكم تعرفوا ميكانيزم التشغيل بتاعها، انتوا بس اعرفوا الاطراف بتاعتها بتتوصل ازاي. عندي الطرف، هنبدأ مكنة السلم دي بتاخد 220 فولت لاين ونيوترا، ده طرف واحد، ده طرف اتنين، ده طرف تلاتة. طرف اتنين ده بيدخل على اللاين مباشرة زي ما انتوا شايفين قدامكم. طرف واحد بربطه مع البوش بوتن، شايفين يا شباب، ده طرف واحد بربطه مع البوش بوتن، ده رمز مفتاح الضاغط اللي بيبقى في كل دور عندي. الطرف الثالث بربطه مع اللمبات، يبقى الطرف الثالث بيرتبط مع اللمبات. فاضل عندي النيوترال، النيوترال بربطه مع الطرف الثاني لللمبات ومع الطرف الثاني للبوش بوتن. يبقى كده يا شباب هنراجع مع بعض التوصيله بتاعتها بسرعه. الطرف الثاني في مكنه السلم بياخد لاين مباشره اللي هو ده، والطرف الاول بربطه مع طرف من البوش بوتن، يبقى اطراف البوش بوتن كلها بجمعها وبربطها مع الطرف الاول في مكنه السلم. فاضل عندي الطرف الثالث في مكنة السلم بربطه مع طرف من اللمبات اللي هي عليها علامة X جوه دايرة.
فاضل النيوترال بتاعي بربطه مع الطرف التاني لللمبات ومع الطرف التاني للبوش بوتون. يبقى النيوترال بيبقى مشترك بين اللمبات وبين مفاتيح الضغط اللي هي في كل دور. ده يا شباب مكنة السلم 3 طرف. ده يا شباب نوع تاني من مكنة السلم الموجودة عندنا في المجمع، برضو مكنة السلم دي 3 طرف زيها زي اللي فاتت، بس طريقة التوصيل بتاعتها مختلفة عن اللي فاتت. برضو ده الشكل الداخلي بتاع مكنة السلم، برضو مش مطالب منكم انكم تعرفوا تركيبها الداخلي ماشي ازاي، انتوا بس تعرفوا الاطراف بتاعتها بتتوصل ازاي. مكنة السلم دي عندي 3 اطراف، 1 2 3 اللي هما 3 مسامير اللي قدامكم، ادي مسمار 2 3. عندي شباب المسمار الاولاني ده بيتربط مع النيوترال ومع اللمبات، يعني المسمار الاولاني ده بياخد نيوترال وبرضه بياخد النيوترال مع اللمبات وبياخد من فردة النيوترال زي ما انتوا شايفين. الطرف التاني يا شباب بيبقى مشترك ما بين المفاتيح الضغط اللي في كل دور وما بين الطرف التاني لللمبات اللي هو بيمثل الراجع بتاع اللمبات. يبقى الطرف التاني ده بيبقى بيمثل او بيربط ما بين اللمبات والبوش بوتن. الطرف التالت يا شباب بيبقى واخد ال 220 فولت اللي هي الكهرباء، وببقى برضو ربطه مع البوش بوتن الطرف التاني لمفاتيح الضغط. طيب يا شباب لو هترجم مكنة السلم اللي خدناها في السطر اللي فاتت وأحولها لوايرنج دياجرام زي ما موجود قدامكم، عندي مكنة السلم برمز لها بالرمز T ليها 3 أطراف 1 2 3، وعندي 3 لمبات E1 E2 E3 و3 مفاتيح Q1 Q2 Q3. طبعا أنا عندي لو عندي العمارة دي أكتر من 3 أدوار هيبقوا على حسب عدد الأدوار هيبقى بيساوي عدد اللمبات. يعني لو عندي عمارة 5 أدوار هيبقوا 5 لمبات و5 مفاتيح، لو عندي عمارة 10 أدوار هيبقوا 10 لمبات و10 مفاتيح. هنشوف عندي النيوترال بيدخل على المفتاح أو بيدخل على الطرف واحد في مكنة السلم اللي هو باللون الأزرق، هيدخل على الطرف واحد أو المسمار الأولاني في مكنة السلم وهيدخل على كل لمبة من اللمبات بتاعتي. عندي الطرف الثالث هياخد اللاين اللي هو باللون الأحمر زي ما انتم شايفين، المسمار رقم 3 في مكنة السلم بيدخل عليه الكهرباء على طول وباخد منه للمفاتيح زي ما انتم شايفين. يبقى انا عندي الكهرباء بتدخل على الطرف رقم 3 وبنزل من كل طرف الكهرباء على المفتاح بتاعه. عندي الطرف الثاني في مكنة السلم ده بيكون رابط ما بين الراجع بتاع اللمبة وما بين الطرف التاني مفتاح الضغط. اهو انا بجمع الراجع بتاعت كل اللمبات في نقطة واحدة، وبرضو الطرف التاني بتاع مفاتيح الضغط في نقطة واحدة وبربطهم على المسمار رقم 2 في مكنة السلم. دي هي مكنة السلم اللي احنا شفناها في السلايد اللي فاتت. هنتكلم يا شباب عن مكنة السلم الـ4 طرف، ودي اللي أكثر انتشارا وأكثر تحديثا من النوع الأولاني. النوع الأولاني كان 3 طرف وكان نوع تقليدي، ما كان قديم، بطل الناس تستخدمه وبطل ينزل في السوق. معظم المكنات السلم في السوق حاليا بيبقى من النوع الإلكتروني زي ما انتم شايفين قدامكم، بيبقى نوع حديث نازل جديد من النوع الإلكتروني، ومكنة السلم دي بتكون 4 طرف. بربز لها في الدايرة بتاعتي في السنجل لاين دياجرام بمربع مكتوب جواه حرف T، وده رمزها في الوايرنج دياجرام. زي ما انتم شايفين يا شباب مكنة السلم دي الـ4 طرف بتاخد برضو 220 فولت زيها زي الـ3 طرف. لو لاحظتوا قدامكم في عندي مسمار بيبقى قابل للضبط، ممكن عن طريق مفك أو حاجة ألفه، ده بيغير لي زمن الضبط بتاع مكنة السلم. يعني أنا لو ظبط مكنة السلم دي على 60 ثانية اللي هي دقيقة ودوست على أي مفتاح، اللمبات دي هتنور وتبدأ مكنة السلم دي تعد لحد ما 60 ثانية تخلص، هتفصل مكنة السلم وتفصل لي اللمبات دي كلها.
لاحظوا يا شباب، انا عندي مكنة السلم دي عندي مفتاح واحد، مفتاح اتنين، مفتاح تلاتة، ومفتاح اربعة، اربع مفاتيح ضواغط واربع مفاتيح جرس، في كل دور فيه مفتاح. وعندي دي اللمبات بتاعتي او الحمل بتاعي اللي انا بتحكم فيه. عفوا، مكنة السلم دي يا شباب ليها اربع اطراف N و B واربعة وتلاتة. عندي الطرف N من اسمه بياخد النيوترال، يبقى N ده بربط عليه النيوترال وبيبقى واخد النيوترال بتاع اللمبات معاه. عندي الطرف B بيبقى واخد الكهرباء اللي هي 220، وبربط معاه طرف من مفاتيح الضواغط، يبقى B بياخد الكهرباء اللي هي باللون البرتقاني، وبربط معاه برضو طرف لمفاتيح الضغط. في عندي مسمارين تانيين في مكنة السلم 4 و3. المسمار 3 ده بربط عليه الراجع بتاع اللمبات، يبقى الراجع بتاع اللمبات بربطه على المسمار رقم 3. المسمار رقم 4 بربط عليه الطرف التاني بتاع البوش بوتن أو مفاتيح الضغط. طبعا يا شباب ده الوايرنج ديجرام الخاص بمكنة السلم من 4 طرف اللي فاتت. زي ما انتم شايفين دي مكنة السلم، الوايرنج ديجرام بتاعها، وعندي لمبتين E1 وE2، وعندي بواطين X1 وX2، ومفتاحين S1 وS2. زي ما قلنا قبل كده في الرسم اللي فاتت، عندي النيوترال اللي باللون الأزرق بربطه مع المسمار N في مكنة السلم أو الطرف N في مكنة السلم، وبربطه مع النيوترال بتاع اللمبات. عندي اللاين باللون الأحمر بدخله على طرف B في مكنة السلم، وبدخله على طرف من أطراف المفاتيح الضغط. عندي الطرفين التانيين 3 و4، طرف 4 بربطه مع الطرف التاني بتاع مفاتيح الضغط، والطرف 3 بالراجع بتاع اللمبات زي ما انتم شايفين اللي هو باللون الأخضر أو الأخضر الغامق زي ما انتم شايفين قدامكم. ده يا شباب شرح لمكنة السلم الـ4 طرف. ده يا شباب الكرنت فلو دياجرام بتاع مكنة السلم الـ4 طرف. نفس الكلام في زي ما شرحنا في الوايرنج دياجرام، عندي النيوترال الطرف N بربطه مع النيوترال اللي هو باللون الأزرق ده، وعندي البي اللي هو باللون الأحمر اللي هو بياخد الفازة أو الكهرباء بربطه مع الطرف B في مكنة السلم، وعندي 4 ده بياخد طرف من أو أحد أطراف مفاتيح الضواغط، والطرف التاني للضغط بياخد الكهرباء، وعند الطرف 3 ده بيجي من الراجع بتاع اللمبات E1 وE2، واللمبات بتاخد النيوترال N. لاحظوا شباب إن الـ E1 والـ E2 ممكن تزيد تبقى E3 E4 وهكذا، ممكن أحط أي عدد من اللمبات عندي. برضو نفس الكلام بالنسبة لمفاتيح الضغط، ممكن يبقوا S1 S2 S3 S4 وهكذا على حسب عدد الأدوار اللي موجودة عندي في العمارة. بكده نكون وصلنا لنهاية الدرس بتاع النهاردة. أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا معاي في الدرس بتاع مكنة السلم، وإن شاء الله تذاكروه كويس ويبقى درس لذيذ عليكم. وأي حاجة أنتم مش فاهمينها اكتبوها في التعليقات وإن شاء الله أجاوبكم عليها. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.